شعر ولسيدي احمد بهاء الدين الخزامى الصيادي ردين الرفاعي الثاني، يمكن شعره هو حق ابو الهدى الصيادي. يقول: مزايا الآل بعيدة المنال، هذه اهل البيت يحيي باذن الله من كان بالغيف لميت. قال رجل لسيدنا امير المؤمنين امام الدين والمسلمين الامير مرتضى علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعنا به وأكرمه بتحياتي وسلامه: يخبرني عن واجب وأوجب وعجيب وأعجب وصعب وأصعب وقريب وأقرب. فما خنس لسانه حتى أجاب الأمير عليه رضوان الله وأشرف تحياتي: توب الورى واجب عليهم وتركهم توب الورى واجب عليهم وتركهم للذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب وغفلة الناس عنه أعجب، والصبر في النائبات صعب لكن فوت الثواب أصعب، وكلما يرتجى قريب والموت من ذاك من كل ذاك أقرب. وقال المؤلف رضي الله عنه عن سيد محمد بهاء الدين الرواسي المسلمين محبته صاحب هذا الكتاب الوالد مكتبة الوالد سيد هاشم بن أحمد الرفاعي الوزير والنائب وشيخ الطريقة الرفاعية الصوفية. يقول: مصاحفنا تتلو وآياتنا سرى مرتلة محفوظة في السرائر، تجلي لنا النور القديم فأشرقت حضائرنا أنعم بتلك الحضائر. فنحن شموس الله في كل أفق الهدى جلانا لنجلو عتم أهل البصائر. نظمنا رموز الغيب في مطلق الخفا، فقمنا صدورا للصدور الأكابر. وطرنا لباب الحق من نمط علمه على نهجه طه نور كل المحاضر، ومن طينة النور المطلسم حققت بكونية منا شؤون الذخائر. ورثنا معاني السر في من كل منعم بغائب كنز من هداه وحاضري. وطافت بنا الأفراد تبغي تحققا بمنهاجنا في ورودها والمصادر. فنحن لأهل المجد في النسج أول وآخر ركب الكل في كل آخر. خلفنا عليا والحسين وصونه، وقمنا على أسلوب تلك المظاهر. وفي طي سرداب الدوائر كلها عرفنا الأعالي في رجال الدوائر. صح لسانكم.